الله الأبوي، الله المبدع، إزاي نتعامل مع كلمة الله، إزاي نصلي، وأمور أخرى كثيرة. فيعني نبتدي إزاي أبونا، نبتدي منين علشان نبتدي أنا أحب كمان إن الناس اللي بيتابعونا يكون معاهم ورقة وقلم علشان نبتدي نكتب بعض النقط. عايزين نكتب ونقول نقط مرتبة ونراجعها مع الناس، بحيث إن هي يخرجوا بنتيجة في الآخر إنه مجموعة شواهد اتحفظت، مجموعة آيات اتفهم مفهومها اللاهوتي المظبوط بحسب وجهة نظر الآباء، وفي نفس الوقت كمان يسهل على الناس إن هم يسلموا هذا التراث المسيحي الرائع. قبل ما أسيب المايك مع أتسبوع، عايز بس أقول إنه يعني الكنيسة هي امتداد جسد المسيح وميراثه. بتقول إن المسيح جه، لمين جه المسيح؟ المسيح جه من أجل الخطاة عشان يخلصهم. وليه يخلص الخطاة؟ لأنه الخطاة هم كل البشر، لأنه الجميع زغوا وفسدوا. والوسيلة اللي بتقدمها أو بيقدمها الرب يسوع من خلال الكنيسة هي التوبة. يعني عايز نسترسل مع قدسك في البداية، نبتدي منين قدسك؟ تفضل يا بني. أنا حابب بعد إذن قدسك نبدأ بكلمات القديس أثناس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة آخر شابتر. طبعا كان هو آخر شابتر، لكن بيشرح لنا فيه نبدأ منين ونبدأ إزاي. فالكتاب يعني موجود في السوق وموجود أونلاين، لو حد طبعا يحب يبقى يتابع معانا بعد كده. آخر شابتر في الكتاب القديس أثناس الرسولي بيقول لنا مين اللي هيعرف، مين اللي هيوصل، ايه شكل الانسان اللي بيبحث عن الله فعلا، او الانسان اللي عايز يتلامس ويتعامل مع الله. يقول لنا كده ان دراسة الكتب المقدسة ومعرفتها معرفة حقيقية تتطلبان كذا حاجة. تتطلب ايه؟ حياة صالحة ونفسا طاهرة وحياة الفضيلة التي بالمسيح. عايز يقول لي كده في البداية، عايز تعرف، عايز تفهم، عيش الحياة الصح، وذلك لكي يستطيع الذهن باسترشاده بها أن يصل إلى ما يتمناه، وأن يدرك بقدر استطاعة الطبيعة البشرية ما يختص بالله الكلمة. باختصار عايز يقول كده، اللي عايز يدور على ربنا يبقى بيعيش حياة صالحة وحياة فضيلة بالمسيح. يضيف في نفس الباراجراف لنا كده نفس الشابتر، هكذا فمن يريد أن يعرف فكر أولئك الذين يتكلمون على الله، سواء كان الرسل أو الأنبياء أو الآباء الكنيسة، يلزمه بالضرورة أن يبدأ بغسل نفسه وتطهيرها بتغيير طريقة حياته، ويقترب إلى القديسين أنفسهم بالاقتداء بأعمالهم. يعني أنا عايز أوضح نقطة مهمة أبونا، إنه البداية الصحيحة لفهم المسيح ما هيش فقط إعداد عقلي، لكن يلزمها إعداد روحي. ومتهيألي القدسك يعني عايز توصله كما يقصده القديس أثناسيوس رسولي، إنه انكسار الروح في الأول. تمام، إنك نعيش صح. وده بالظبط كمان يا أتسابونا بعد إذن نفسك اللي قاله القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى أصحاح 3 وعدد 15. دايما احنا حافظين النص الثاني من الآية. النص الثاني من الآية بيقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. النص الأولين في الآية بيقول إيه؟ بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. يبقى في حاجة الأول هعملها اللي هو الآية عليها القديس أثناس الرسولي، تقديس القلب، تقديس الرب، تخصيص القلب لله بالكامل، وبعد كده استعد بقى للمجاوبه ويكون جوايا رجاء، سبب رجاء، وبقدمه ازاي او بقبله ازاي؟ بوداعه وخوف. عشان كده الكتاب دايما بيحاول يقول لنا الانسان المتكبر لا يصل لله. بولس الرسول قال كده في فيليب 2، ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح،
وبعدين بدأ يقول لنا المسيح ازاي اتواضع ومش تواضع عادي، حتى الموت، موت الصليب. آية كمان أحب أشارك بيها في أشعياء 11 آية 1 و2، بيقول لنا كده: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب. وبدأ يتكلم عن 6 صفات لروح الرب بس في 3 couples أو 3 أزواج: الروح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، آخر قبل روح المعرفة ومخافة الرب. لو ما فيش مخافة الرب، لو ما فيش طوبة، لو ما فيش تواضع، معرفة تودي لفين؟ للإلحاد. زي ما أنتوا عارفين إن أغلبية دلوقتي للأسف علماء اللاهوت في الغرب بقوا ملحدين، يبقى أستاذ العقل ولا يؤمن بالمسيح ولا يؤمن بالكتاب المقدس. السبب إيه؟ إن في معرفة، لكن الكتاب بيقول لنا إنه روح المعرفة ومخافة الرب مع بعض. فالبداية دايما بدور على تقديس الرب في القلب كاملا، أحيا حياة توبة وأقترب من حياة القديسين دول، أكون طالب روح المعرفة ومخافة الرب في نفس الوقت. أضيف عليهم كلمات القديس بولس الرسول في أفسس 1:17، يقول لنا كده: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان لمعرفته. إنه أنا محتاج روح الحكمة، روح الله يشتغل فيه. عشان كده البداية توبة وتواضع ومخافة الرب وروح الله يعلن لي. اللي فاكر بقى ان هو هيجيب الموضوع بدماغه وبشطارته وبذكائه، ده غالبا بيروح في حتة تانية، ما بيوصلش لله او بيرفض وصول الله ليه. حقيقة مش احنا اللي بنجري ورا ربنا، لكن الله هو اللي سعى الينا انا يعني اكتر حاجه محتاجها دلوقتي وخدتها من كلام قدسك، انه يجدر بينا ان احنا نستدعي روح الله. ايه راي قدسك ناخد صلاه بما ان احنا حطينا ايدينا على البدايه او الخط الرئيسي لنقطه البدايه، في انه احنا نطلب روح الله يرشدنا. هستسمح قدسك انه تصممنا من اجل هذا الامر، انه الروح يفتح اذهاننا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نصل اليك يا روح الله، يا من فعلت في الانبياء في القديم وفعلت في ابائنا الرسل وجعلت الاعلان الالهي معاش في حياه كل ابائنا القديسين، يعلم من أفواه أبائنا معلم الكنيسة. نطلب إليك أن تصحبنا في الدقائق اللي جاية، أن تنير أعيننا وتعطينا روح أنت وروح المعرفة ومخافة الرب، أنت وروح الإعلان، أنت هو الروح الذي يقدس، لأنك أنت هو الروح القدس. نطلب إليك أن ترافقنا وترافق كل من يسمعنا ويشاهدنا، ونطلب إليك أيها الآب السماوي في ابنك يسوع المسيح وأنات روحك القدوس مع صلاة أمنا البتول مرت مريم وكل القديسين، لأنك مبارك وممجد إلى الأبد أمين. آمين. شكرك يا أتسابونا. عايز أسأل، مصدر التعليم في الكنيسة، النقطة دي محتاجة توضيح، من مصادر كتاب مقدس، من المصادر أقوال الأباء، من المصادر ديسكوليات وقوانين الرسل، من المصادر الموروث الموجود في كل كتب الليتورجيات، من المصادر صلوات وتسبحة الكنيسة، من المصادر دلالات الخدمات، يعني حاجات كتيرة جدا بنلاقيها بتتقال مرة في السنة زي الأسفار القانونية الثانية في فترة الصوم وفي أسبوع الأمام، وفي ميامر بتتقل، كل دي مصادر. أنا برضو محتاج قدسك تلقي الضوء على النقطة دي، مصدر التعليم في الكنيسة. تمام يا حبيبي. أنا حابب أبدأ بداية تاريخية سنة وبعدين نتكلم على المصدر، وهي البداية التاريخية بتاعت مصدر التعليم برضو.
لحد القرن الحداشر تقريبا سنة 1054 اللي هو سموها في حسب التاريخ الكنسي سموها الانشقاق الكبير اللي انشأت فيه كنيسة روما عن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. كان التعليم السائد في الكنيسة في الوقت دوت اللي هو بدأوا آبائنا الرسل واضطروا جدا القديس إرينيوس للكنيسة وتلقبوا بلقب أبو التقليد الكنسي، وبعد كده اتكلم عليه علامة ترتليان، قديس باسيليوس الكبير، قديس أساس الرسولي، كل الآباء، أن الكنيسة تحمل أو تملك مصدر تعليم واحد اسمه التقليد، وهنفسر دي بعد دقايق. للأسف لما حصل الانشقاق الكبير أو كما دعي الانشقاق الكبير بين روما والقسطنطينية سنة 1054 حصل خلل في المفهوم الرسولي دوت. الكنيسة الكاثوليكية فصلت للأسف بين التقليد والكتاب المقدس، خلت التقليد مصدر للتعليم ومصدر آخر اسمه الكتاب المقدس. تعالوا بقى نرجع لورا ونشوف الكنيسة كانت شايفة عن إيه كلمة التقليد عشان نعرف ليه الفصل ده وتلخبط الدنيا. بحسب القديس إرينيوس في كتابه ضد الهرطقات في أكتر من مكان الحقيقة، الأربع كتب بتوعه بيتكلم فيها عن إن التقليد خمس حاجات، وبعض الآباء بعد كده حطوا حاجة سادسة. أولاً هو الكتاب المقدس، ثانياً الليتورجيات، ثالثاً المجامع، رابعاً قوانين الكنسية، خامساً أقوال الآباء، وسادسا اللي اضافها البعض الايقونات. تعالوا ناخدهم واحده واحده كده بسرعه في دقائق علشان ما نطولش. وعشان نفهم ازاي الكنيسه قالت ان مصدر التعليم واحد وهو التقليد، وان الكتاب المقدس ده جزء من التقليد، والليتورجيات دي جزء من التقليد، والمجامع وقوانين الكنيسه والاباء والايقونات، تعالوا نعمل زياره كده حقيقيه ومش حقيقيه. تعالوا نزور كنيسه في القرن الأولاني بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء وحلول الروح القدس بأربع خمس سنين. في الوقت دول يعني العهد الجديد لم يدون كتابة بعد، يعني الناس كلها عارفينه وكانوا التلاميذ بيكرزوا بيه لكن لم يدون بعد. تعالوا نروح الكنيسة عندهم يوم الحد ونحضر معاهم قداس، إيه اللي هيحصل؟ تخيلوا مثلا رحنا الكنيسة اللي بيعملها اللي بي الراعي بتاعها أو الكاهن بتاعها القديس بطرس الرسول، دخلنا القداس لقينا الليتورجية في نص ليتورجي يمكن صغير شوية عن اللي معانا، جه عند القرايات ما عندوش عهد جديد فقرا شوية نبوات من العهد القديم، وبعدين قام القديس بطرس فسر النبوات دي زي إن هي كملت في شخص المسيح زي ما عمل مثلا في أعمال 2 يوم 50، وبعدين قال حاجة من عنده، حكى لهم قصة إزاي المسيح خلاه يمشي على المية، كانتش مكتوبة لكن دي خبرته الشخصية مع المسيح. هما بيصلوا كان في قانون إيمان اسمه قانون أمين الرسل بس صغير شوية عن معانا دلوقتي. طب هيقولوا طب هو كان في مجامع؟ في أعمال 15 عندنا مجمع الأورشليم الأول وفي قرارات قالوا كده إن اللي يجي من الإيمان اللي يدخل الإيمان المسيحي يمتنع عن أربع حاجات: الزنا والمخمور والدم وما ذبح على الأوثان. فكان في قرار مجمع قوانين مجمع، وكان في ناس بدأوا يتلمسوا على إيد كمان الرسل، يعني واحد زي القديس بوليكاربوس تلمس على إيد القديس يوحنا الرسول. القديس بوليكاربوس لما نيجي نسأله ونقول له القديس يوحنا كتب دي كان يقصد ايه؟ هو بقى مش حد قال له، ده هو كان عايش وشايف ومتلمس على ايد القديس يوحنا نفسه. يبقى في الكنيسة الأولى كان الإنجيل موجود متعاش قبل ما يتكتب، العهد الجديد. الليتورجية كانت موجودة قبل الكتاب المقدس ما يتكتب. كان في مجمع، كان في قرارات مجمعية، وكان في آباء يفسروا ما كتبه الرسل والتلاميذ. طب ايه حكايه الايقونات بقى؟ كنيستنا القبطيه بالذات عندها امتياز في موضوع الايقونات. اللي يروح منكم اكيد كلكم زرتوا قبل كده كنائس مصر القديمه.
تلاقوا عندنا ايقونتين، واحده اسمها دخول العائله المقدسه ارض مصر، واحده خروج العائله المقدسه من ارض مصر. بتاعه الدخول المسيح طفل على حجر امنا العذراء. طب هم خارجين؟ لا، المسيح ماشي في النص كده، ولد صغير عنده 5 6 سنين. في الثمانينات في عالم الماني اسمه هينكل او شينكل، حاجه زي كده مش فاكر اسمه بالظبط، وجد مخطوطه من القرن الرابع بتقول ان العائله المقدسه قعدت في مصر 3 سنين و8 شهور. الايقونه حافظت لنا هذا التعليم من غير ما تقول لنا ان في ورق بيقول الكلام ده. عشان كده مصدر التعليم في الكنيسه هو التقليد. والتقليد ده الكلمه الكبيره اللي جواها الكتاب المقدس بعهدين، الليتورجيات زي ما قلت كل كتب الليتورجيات اللي في الكنيسه، السنه والاعياد والصرموديات وكل الكتب، المجامع المسكونيه اللي الكنيسه بتؤمن بيها وتقر بيها، القوانين الكنسيه اللي بنؤمن بيها ونقر بيها، وتعليم الاباء والايقونات. عن تعليم الاباء حابب اقول كلمه صغيره. نحن نؤمن بحاجه يسموها باللاتيني consensus patrum، اجماع الاباء. احنا لا نؤمن بعصمه اي حد من اباء الكنيسه حتى الكبار، لكن ما اجمع عليه الاباء في جميع العصور هو دوت اللي الكنيسه بتاخده عن الاباء. مش كل حاجه اتقالت، عشان كده الكنيسه بتعلمنا ازاي ان ابائنا الحاليين بيفرزوا لنا الكلمات ديت، بيقولوا لنا احنا بيوافقنا ايه النهارده، او بيوافق الكنيسه كلها ايه كاجماع الاباء على مدار العصور كلها. فدول ده المصدر الوحيد اللي جواه 5 أو 6 حاجات زي ما قلنا. بس حاجه مهمه قوي بعد اذن قلتك في التعليم او في مصدر التعليم في الكنيسه او الاعلان the source of revelation، ان ما عندناش اعلان او تعليم ما يتعش. الكنيسه هتعلمني الثالوث عشان اعيش في شركه مع الثالوث. الكنيسه هتعلمني التجسد عشان اخد بركات التجسد واحيا كل يوم. الكنيسه هتعلمني مفهوم الخلاص عشان اعيش واتمتع بيه كل يوم. فما عندناش حاجه اسمها لاهوت، يعني هنحط نتعلمه ونعرفه بدماغنا ونعمل ديبيتس مع ناس ثانيه ونحطه على جنب. لاهوت الكنيسه والكنيستنا القبطيه بالذات، كل ما هو في الاعلان الالهي هو يعاش ويختبر كل يوم بالقديسين، كل قديس الكنيسه، ويعلم بكل اباء الكنيسه. عشان كده احنا بنقول لما حتى بنؤمن بالكتاب المقدس، نؤمن بالكتاب المقدس معاشا بالقديسين مشروحا بالاباء، مش على دماغ، مش على مزاج كل واحد. فمصدر التعليم في الكنيسه هو واحد اللي هو التقليد. اللي حصل بقى زي ما نرجع لبدايه القصه، لما جه الاباء سوري الكنيستين الروم الكاثوليك والايسترن اورثودوكس او الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه اللي هي الكنيسه البيزنطيه، انشقوا عن بعض. للاسف الغرب كله برئاسه كنيسه روما في الوقت دوت بداوا يعملوا مش بقى مصدر واحد للتعليم ومصدر واحد للاعلان الالهي، بقوا مصدرين، واحد اسمه التقليد وواحد اسمه الكتاب المقدس. وساعتها بدات الكنيسه تاخد افكار مش موجوده في الكتاب المقدس وافكار مخالفه للكتاب المقدس، وبدا الانشقاق يزيد. دايما انتوا عارفين بعد كده حصلت ثوره الاصلاح والانشقاق زاد اكتر واكتر، لانه بقى في حاجتين، مصدرين للتعليم، مصدرين للاعلان الالهي، واحد اسمه التقليد وواحد اسمه الكتاب المقدس. لكن الكنيسه طول عمرها من القرن الاول حتى 1054 تؤمن بمصدر واحد للتعليم وهو الكتاب المقدس، وهو التقليد فقط، والكتاب المقدس جزء منه. انا يعني عايز اشكرك كمان على الشرح التفصيلي الرائع، يعني ده اللي دايما متوقعينه من قدسك. انا يعني حابب اقول ان في اوقات كتير لما بيبقى فيه رحله او مؤتمر للاباء، انا دايما بروح اجري مع ابونا من اجل الموهبه اللي ربنا مديها له في فكره ترتيب الافكار. ده السبب اللي خلاني ابتدي البرنامج بتاع المسيح لاني بشيء مشرق زي ابونا مجد. انا عايز اقول حاجه ثانيه ابونا بعد اذن قدسك، يعني اضافه من الكلام الرائع اللي قدسك قلته، مش اضافه قد ما هي تامل لفكره التسليم. يعني كم الايات اللي اتذكرت
في الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح 11، لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. وبيكمل يقول أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا إلى آخره. وفي فيليبي 4، وما تعلمتموه وما تسلمتموه وسمعتموه، بيتكلم على ثلاث أفعال: ما تعلمتموه وما تسلمتموه وما سمعتموه. يعني وقفت قدام الثلاث أفعال، الاحتياج إن هو يحطهم كمترادفات، لقيت إن السمع لأن الإيمان بالخبر، والخبر بيأتي بالسمع، والخبر بيأتي بالسمع بكلمة الله. ما تسلمتموه هو الحياة المعاشة، وما تعلمتموه هو الحوار الهادي اللي بيبقى بين الناس اللي أودعوا هذه الكنوز الرائعة اللي هي أنا بسميها أسرار الله أو أنفاس الله، وبين الناس اللي بيبتدوا ياخدوا هذا التعليم من أجل إن هم يعيشوه ويحيوا به، وفي نفس الوقت كمان يسلمون. يقول ما تعلمتموه وما تسلمتموه وما سمعتموه ورأيتموه فيا من الحياة، فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم. تسلميك الأولى: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، أنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله، قبلتموها لا ككلمة أناس، بل هي كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. الآيات كثيرة، عايز أختم بآية كمان موجودة في تسالونيكي 4:1، تسالونيكي الأولى سفر بولس الرسول لأهل تسالونيكي: فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزددون أكثر. قبل ما نخش فاصل أو قبل ما نطلع فاصل، لأن كده وقت الحلقة تقريبا أتى إلى النصف، عايز يعني أقول هنا أنه لافت نظري أنه مثلا حد زي القديس بطرس في وقت من الأوقات كان بيستلم من الروح القدس مباشرة اللي بيسلمه، يعني الجزء اللي يخص بالوحي بوحي الروح القدس، واقف قدام أعمال الرسل إصحاح 2 لما بيتكلم في آية 22: أيها الرجال الإسرائيليين اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله في وسطكم كما أنكم تعلمون، هذا أخذتموه بمشورة الله. وبعد كده في آية 24: هذا الذي أقامه الله ناقضا أو جعل الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. ذكرت الكلام الأخير بالنقطة أو الآية الأخيرة عشان أقول أنه روح قدس تدخل كمان، مش بس في أنه ينقل فكرة الله، لكن تدخل في الصياغة الرائعة، لأنه صياغة القديس بطرس الرسول مملوءة بالمعاني المحبوكة، وأعتقد أنه حبكة الروح القدس مش حبكة إنسان. فإذا كنا بنتكلم على التعليم الصحيح ومصدره، وهو مصدر الروح القدس، وبالإضافة أنه يفسر بالمصادر اللي قدسك ذكرتها: التقليد، قانون الكنيسة، المجامع، الأيقونة، الكتاب المقدس، وأقوال الأباء، إلا أنه إحنا محظوظين أن الروح القدس صاغ لنا هذا الإيمان بحنكة وحبكة شديدة وبروعة. تحب قبل ما نتنقل بعد الفاصل تضيف أي شيء بالنسبة للنقطتين الأولانيين اللي تكلمنا فيهم؟ أقول له أستاذ حاجة بسيطة أوي يعني بعد إذن أستاذ. زي ما أستاذ ذكرت إن كلمة التقليد جت كتير في العهد الجديد. حقيقة الكلمة بالذات اليونانية يعني باراديسوس جت 13 مرة. للأسف فيهم حوالي يمكن 6 مرات أو 7 بالمعنى النيجاتيف، يعني مرقس 7 بالذات جت كذا مرة إن المسيح بيلومهم إن هم
سابوا الناموس وبيمشوا وراء تقاليد ابائكم. مش ده التقليد اللي احنا بندور عليه، عشان الكلمه بالذات ايام عصر ال في القرن 15 و16 لما قامت الثورات ضد الكنيسه الكاثوليكيه في الوقت دوت، كان الاعتراض الاساسي على ما هو اضيف وهو ما هو مخالف على الكتاب المقدس. فبقت كلمه التقليد كلمه مرفوضه بسبب الفصل اللي حصل وبسبب الديفيشنز او المخالفات الكتابيه اللي ظهرت بعد كده. لكن اللي ذكرها الكتاب او اللي احنا متمسكين بيها هو التعليم الايمان المسلم مره للقديسين اللي قال عليه القديس يهوذا في رسالته العدد 3. زي ما كنت بتقول ان ما عندناش حد مصدر الكتاب ومصدر التقليد كله هو روح الله. عشان كده بطرس الرسول زي ما قلت الاصحاح الاولاني في الرساله الثانيه وعدد 21 يقول لنا كده: لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس لما اتكلم قدام الشعب في يوم الخمسين وامن 3000 واحد، ما كانش بطرس، كان روح الله يسوق بطرس. عشان كده برضه احنا بنقول لما نتعلم النهارده من تقليد الكنيسه اللي هو الايمان المسلم مره، هو تسليم الروح القدس للكنيسه، وبعدين الاباء سلمونا او تناقل هذا الايمان من اب لاب بعمل نفس الروح القدس. لان احنا بنؤمن ان كلمه تراديشن في الكنيسه مش حاجه ستاتيك، دي دايناميك، لان هي حياه تنقل، الحياه متجدده مش حاجه ستاتيك او ميته. فما ينقل الينا كل يوم من ابائنا من اول ما يمرقص لحد النهارده هو حياه متجدده كل يوم. ان هي ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورايتموه فيا. هنطلع فاصل، واحنا راجعين من الفصل انا هستاذن قدسك انه احنا عايزين نعمل مجموعه ايات مفتاحيه زي هوم ورك نسيبها مع الناس، بحيث انه اكرار الايات دي وتكرارها والتامل فيها يكون بيكشف قدام عينينا سر البدايه، ازاي ابتدي مع ربنا. يعني اذا كنا بناخد مسيحي لان باسم البرنامج بناخد الاتجاه ده، انا مسيحي عشان ايه؟ في ناس كتير مسيحيين وحياتهم رائعه، لكن ازاي انقل الحياه المسيحيه بتاعتي في صياغه للاخرين؟ اقول انا مسيحي لاني اؤمن بالثالوث 1 2 3 4، مسيحي لاني اؤمن بالرب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد 1 2 3 4، وانا بقول 1 2 3 4 بقول له الكلام ده جه في الشاهد الفلاني في الايه الفلانيه بريفرنس بالشاهد الفلاني في المكان الفلاني في الكتاب، علشان ممكن يعني مين عارف انه يكون الله يستخدمني في وقت من الاوقات انه اجيب ناس بعيد عن الايمان. ما فيش شيء يعني بيقول انه غير انه في اخر الايام الله هيجلب من بعيد اولاده ويحمل على ايديه بناته، وفي نفس الوقت كمان هيبقى الانجيل منتشر موجود زي ما هو موجود دلوقتي على النت وموجود في ايدين الناس. اقدر اقول له روح الايه الفلانيه وافتح الكلمه والله سيتكلم الى قلبك. فاصل ونعود، خليكم معنا. يكتفاني خطيتي زي الكفن، وفي قلب قبر من الشرور قلب دفن، من بره شكلي متبيض ومدهون ألف لون، من جوه مليان بالعفن. فينك يا رب؟ لو كنت ساكن جوه قلبي ما كانش مات، ولا كانش عمره هيتملي شر وقفات. يا خسارة الوقت اللي فات وانا معرفكش وما بكلمكش، مع اني كنت بملى الدنيا كلام اضحك وعمري ما حسيت بالسلام. بزرع وعمر بس جوايا خراب،
عندي عيون ما بينهاش إلا التراب. آه يا رب، آه يا رب، لو كنت جوه القلب ده موجود، لو كنت لما نجحتني سمعتك، لو كنت قررت اشتريك مش برخيص بعتك، ما كنتش أبقى في نعشي ده مندود، ولا كنت هبقى فريسة للعفن والدود. بس أعمل إيه؟ أنا من غبائي وقسوتي خبطت بابي، قلتلك امشي بدون مترود. يا أنا مش مصدق، أنا اللي دايما بهملك وابعد واسيبك، لسه برضو معتبرني ابنك حبيبك. يا وإيه ده اللي جوه عينيك؟ دموع؟ لسه فاتح حضنك بتناديني؟ لسه برضو فيه أمل؟ فيه سكة تاني للرجوع؟ آدي الحجر اللي على قلبي أهو مرفوع، غرق بشمسك ضمتي، أنا مش هعيش في العتمة بعد اليوم، أنا عاوز أقوم من رقدتي. انده عليا تقولي قوم، هقوم. ارحمني واسمع لها نفسي وشي، خدني معاك في طريق وكمل للمسيح. انا عارف اني بنعمتك هكون امين. أهلا بيكم مرة تانية. مسيح يدعيني. في ناس كده تعمل معهم حلقة تحس إنك بتنتعش روحيا وترتفع روحيا. أنا يعني بحس الإحساس ده مع حقيقة مع الآباء، والمفروض كانت برضه تبقى معانا في الحلقة دي الأخت رجاء. المرات الجاية إن شاء الله بنعمة يسوع هتكون معنا، بس أبونا مارك مسبب لي متعة وشبع وتعايش غير عادي. أنا بشكر أبونا على البركة اللي بأخذها النهاردة دي. أبونا يعني بجد مفرحنا وجودك في الحلقة. عايز نتنقل للنقطة اللي بعد كده. هنقول السؤال اللي بعد كده او النقطة اللي عايزين نتحرك فيها هو قدسة كانت حنانية وتسمح لي نقول كمان. قدسة بنتكلم على الإعلان متدرج للأمام وليس إلا الخلف. لما نتكلم على مصدر التعليم في الكنيسة هو الروح القدس، والمصادر التانية اللي هي مسمياته الستة اللي قدسة ذكرتهم، عايزين نقول انه في صياغه من ضمن الصياغات بتقول انه التعليم والتدرج والاعلان الالهي، اذا كنا هناخد مصدر تعليم في الكنيسه هو الاعلان الالهي، بنقول الاعلان الالهي متدرج للامام وليس للخلف وليس تصحيحا. الجمله دي لو تقالت بس كده تحتاج تفسير. افتح السفر يا ابي. الحقيقه اللي قال الجمله دي او اللي يعني سرد اولانها القديس غريغوريوس النيفاندي اللي هو اسقلوبوس او الناطق الالهي، في عظه مشهوره ليه قوي بتاعت الروح القدس. قال جمله الكنيسه فهمتها صح، وبعد شويه في ناس فهموا الكلام غلط وبداوا يلخبطوا فيه. قال كده ان الريفيليشن از ديفلوبد، الاعلان يتدرج او يتطور. خدوا الجمله دي اوت اوف كونتكست وعملوا بيها مشكله بعدين، يعني بعد ما حصل الانشقاق الكبير اللي احنا قلنا عليه في القرن ال 11 سنه 1054. تعالوا نفهم هو قال ايه، وبعدين نشوف الناس لخبطت ازاي ونفهم بالظبط هو كان عايز يقول لنا ايه في الوقت ده. هنا بنتكلم عن الاعلان الالهي
اللي ربنا حطه لنا في العهد القديم وفي العهد الجديد. هذا الإعلان متدرج وإلى الأمام. ليه؟ عندنا خمس كلمات موجودين في الليتورجية وفي التقليد وكل الخمس ست حاجات اللي قدام عليها وفي الكتاب. الإعلان الخمس حاجات اللي فيه إن فيه خلقة الخليقة وبعدين حصل سقوط تاني كلمة وبعدين الله عمل خطة خلاص تدبير الخلاص العهد القديم كله وبعدين استعلان الخلاص في المجيء الأول المسيح وبعدين كمال الخلاص والحياة الأبدية في المجيء الثاني المسيح. يبقى خلقة سقوط تدبير خلاص استعلان خلاص كمال الخلاص في المجيء الثاني. فالإعلان متدرج في هذا الاتجاه. فلما القديس أرغوليوس النزانزي قال الكلام دوت قال انه الاعلان تدرج عشان يساعدنا ولكن لم يتدرج في فكر الله. الله عنده مفيش حاجه اسمها حاجه تتدرج ولا حاجه تتطور. التطور ده كان للانسان بحسب الاعلان. ربنا خدنا كده من بعض السقوط وخدنا خطوه خطوه لحد ما وصلنا للمسيح. عشان كده برضه قال القديس أرغوليوس النزانزي ان كمال الاعلان في شخص المسيح. يبقى المسيح خدنا من اول السكه من اول السقوط درجنا الروح القدس والثالوث في الاعلان لحد ما وصلنا لكماله في اعلان الثالوث كاملا في عيد الغطاس وبعد كده كمال الخلاص في شخص المسيح. يعني بعد المسيح مفيش اعلان. طيب وبعد كده قال لنا ايه تاني؟ ان التطور والتدرج ده ما كانش في فكر الله، ده كان في اللي أعلن لينا، لأن فكر الله لا يستحدث عليه شيء. يعني إحنا مش محتاجين بعد المسيح نبي أو ملاك أو رئيس ملائكة أو حد يكمل الإعلان، إذ أن كمال النبوات هو الرب يسوع نفسه. تمام. حاجة مهمة كمان بقى أبونا، زي ما قلنا زي ما قلت الإعلام متدرج للأمام حتى وصل إلى كماله بشخص المسيح. لما يجي حد النهاردة يقول لي في إعلان تاني يرجعني ورا، ما يبقاش إعلان، لأن الله ما يعملش كده. عشان كده كل واحد يجي إعلان تاني يرجعني لعين بعين مرة تانية يبقى هيطير عين الناس كلها. يعني حتى غاندي قال عين بعين سوف تجعل العالم أعمى. فأنا حابب بس إن أنا أقولها بشكل فيه يعني من وراء شوية، إنه إحنا مش محتاجين نرجع لورا، عين بعين ده انتهى. إحنا محتاجين ندخل لإنجاع عدوك فطعمه وإن عطش. يعني أسقيه. يا أبونا بعد إذن نفسك ده مش الله. عشان كده زي ما قلت لكم شوية، تعال ناخد مثل بسيط. الله من البدء خلقهما ذكرا وانثى راجل وست. حصل السقوط وبعد كده التزاوج بقى بدون قانون، حتى كان في زواج الاخوه والاخوات، جه ربنا كبرهم شويه عمل لهم زواج، في زواج محارم ما ينفعش، في زواج ينفع. جه المسيح قال بقى نرجع للصوره الاولى تاني، عايزين نرجع من البدء خلقهما ذكر وانثى. يجي النهارده مثلا المرمن يقولوا لا هنرجع تاني اي عدد من الزوجات، دول بيرجعوا لنا ورا، يبقى ده مش اعلان الهي. يجي اي دين تاني او اي حد تاني يقول لا هنكتر شويه، نعمل عدد ونعمل عدد معين وممكن نغير فيهم، ده مش من الله. الله له اعلان متدرج لينا احنا في الاعلان وبعد كده دايما للامام، مش ممكن يرجعنا ورا. الامثله كتيره جدا بس ده مثل بسيط جدا. حاجة الكلمة الثالثة اللي قدسك قلتها أن الإعلان متدرج للأمام أولا وليس للخلف ثانيا، وثالث حاجة ليس تصحيحيا. يعني إيه مش تصحيحيا؟ يعني ما ينفعش يجي ربنا يقول لي بص أنا غلطت بقى في اللي فات أنا هعمل حاجة تانية، يدرجني ويكبرني لكن يقول لي اللي فات ده ما ينفعش، هبعت لك حاجة جديدة بقى خدها دي أحسن حاجة عندي، يبقى ده مش ربنا. الله اللي هو ربنا يقول مثلا احنا هنجيب ايه وبعد كده بعد شويه هنجيب احسن منها وممكن يكون نسينا ايه
يعني ويقولها باللغة العربية، وما من آية نأتي بأفضل منها أو ننسها فنأتي بأفضل إلى آخره. يعني أنا أقصد برضه هنا على الفكر أكتر منه حتى الكلام. يعني ما ينفعش النهاردة مثلا بعد 600 سنة مثلا من قيام من صلب السيد المسيح وقيامته يجي ربنا يقول لا ده ما اتصلبش أو ده ما قامش، أو يجي واحد زي أليوس مثلا في القرن الرابع يقول لنا المسيح ما كانش مساوي للآب في الجوهر. ما ينفعش أي حد بقى من هذه الشاكلة بيقول إنه خرج بره الإعلان المسلم، الإيمان المسلم مرة للقديسين، وده ما بقاش إعلان. الإعلان كمل في شخص الرب يسوع المسيح، أي حاجة تانية ما تنفعش. هنقول طب ما احنا عندنا النهاردة تأملات وآباء بيشرحوا، الآباء بيشرحوا إيه؟ أن الإعلان تم في المسيح. أي حد بيخرج عن الإعلان دوت يبقى خارج عن الإيمان المسيحي، زي شهود يهوى، زي الهرمون، زي أي حد من الكنائس دول أو أي حد تاني بيقول أي كلام مخالف للإعلان الإلهي المتجرد وللأمام وليس للخلف وليس لصاحبه. ما هو ده أنا أترك للنقطة الأولى اللي ذكرت إنه الكلمة والقداسة والحياة اللي بترغب في معرفة الحق اللي هو الرب يسوع نفس الطريق والحق والحياة شرط أساسي في الفهم الصحيح لهم. يعني إنه ما يكونش حد وهو بيتكلم كلمات الله بيتكلم عن أغراض شخصية أو بتحيز أو بتحزب أو حد عايز يعني يكسب أي مكسب من أي نوع من وراء تبشيره بالله. تمام. وده اللي قاله بولس الرسول نفسه، قال لك لو حتى أنا نفسي جيت أو جي ملاك من السماء وبشركم بغير ما بشرناكم فليكن أنا سيما. عايز يقول لنا برضه بولس الرسول نفس الفكرة، أن الإعلان كمل، واللي النهارده الكنيسة بتعمله إن هي الكنيسة بتشرح الإعلان، لا تغير فيه، لا تملك، لا يملك أي إنسان يغير في الإعلان ولا يرجعه لورا ولا يصحح فيه. فالنهارده كده أنا خلي أسأل أو أفكر في من هو الإله الذي أنا أعبده، زي البرنامج بتاع قدسك الجميل اسمه مسيحي يأني، لأن إلهي لا يتغير وكمل الإعلان كمان ليا، وإعلانه للأمام باستمرار، إعلانه يقدسني ليوحدني بالإله، إعلانه يقدسني ويعطيني حياة أبدية. مبقاش الإعلان يقول لي ارجع ورا ارجع ورا، مفيش إعلان إلهي يقول كده. الإعلان دايما إلى الأمام وأي ودايما بلا تصحيح. في تساؤل هنا يا ابونا اللي هو بيقول انه لو احنا وقفنا عند صياغات الاعلان الالهي لما بنتكلم هي التقليد والمجامع والكتاب المقدس او الكتاب المقدس والتقليد والمجامع وقانون الكنيسه والايقونه واقوال الاباء، بيقول متى يعني انت خد الشكل النهائي ليه؟ وإذا كان الإعلان الإلهي خد شكل نهائي ليه، هل بعد كده ينفع أن الناس يعني يقوم زي قديس بولس الرسول وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله وأنا ممكن أضيف لهذا الإعلان؟ لأن ده كان اعتراض بيقوله من الناس اللي أضافت للإعلان الإلهي. أنا عايز أوجه نظر المشاهدين أو أوجه مسامعهم أنه في حدود حتى للاسترشاد بالروح القدس، لازم الاسترشاد بالروح القدس يكون على نفس مستوى الخط اللي ابتدى من سفر التكوين وانتهى عند سفر الرؤيا وهيكمل للمجيء الثاني. تمام يا ابي. الحاجه المهمه قوي يا ابونا زي ما قلت انه ازاي انا ابقى مصدق ومؤمن ومتيقن ان الاعلان كمل في شخص السيد المسيح. طيب دلوقتي زي ما قلت بتقول بتحصل كل يوم مستجدات، نسمع كلام غريب، نسمع عن مشاكل جديده، وهنقول ما كانتش موجوده ايام المسيح او ما كانتش موجوده ايام ابانا الرسل. الرائع جدا ان المسيح سلمنا حياه وفكر، لم يسلمنا نواهي ونوافذ. عشان كده النهارده لما تيجي الكنيسه تقول عايزين نقول رايي مثلا في الميسونيزيا او قتل الرحمه زي ما يسموه او موت الرحمه، نقول ايه؟ الكنيسه بتقول ايه؟ الفكر العام بتاع الكنيسه، هل من حق اني حياه اي حد؟ لا. طب هو المسيح اتكلم على الميسونيزيا ما اتكلمش عليها كاسم، الكتاب ما اتكلمش عليها كاسم، لكن المسيح لما قال لنا الحياه بالروح القدس
باستعلان حب الاب لينا نقدر نميز. عشان كده بقى الكنيسه لما بييجوا يميزوا في حاجه جديده تظهر، مش معنى كده ان هم بيخترعوا حاجه، هم بيشوفوا روح الكتاب وروح الله بياخدهم ازاي. الكلام ده اللي حاصل جديد النهارده لما نحطه في النور بتاع كلمه الله يبقى شكله ايه؟ يبقى مقبول ولا مش مقبول؟ لكن مفيش حد بيرجع يقول انا هخبي خمس ست ايات واقول مش موجودين عشان امشي الموضوع ده، ما عندناش حاجه زي كده. من كده زي ما احنا عارفين ان كنيستنا من عظمتها ومقومها بقوه لحد النهارده ان قراراتها دايما قرارات مجمعيه مش شخصيه. فكل اباء الكنيسه اباء المجامع كلها حتى المجامع المكانيه موجوده عشان تقول ها ما يقوله الروح القدس ونحن. ده كان قرار اول مجمع في اعمال 15، ما كانش كلام التلاميذ، يقول الروح القدس ونحن. يمكن حتى لما تبص في قرارات المجامع نيقيا وافسس والقسطنطينيه تلاقي البدايه برضو ان الروح القدس ونحن والاباء اللي قبلينا، مش جايبين الكلام ده من عندنا. عشان كده ممكن نتكلم بعديها بالتفصيل شويه عن صيغ الايمان. يقول لك ما هو قانون الايمان ده زي ما قال مثلا دان براون او اي حد من الهاجمه الثالوث، قال لك ده الكلام ده انتوا جبتوه في مجمع نيقيا سنه 325. نميز يا اخواتي الاحباء ان صيغه الايمان لم تكن ابتكار لإيمان جديد، ولكن ده هو نصير الإيمان الموجود اوريدي في الكنيسة بكلمات يسهل على الكل البسيط والعميق أن يفهمها ويحفظها وتحفظه من الانحراف عن الإيمان. صيغة الإيمان دي بنعمل إيمان جديد. هل يوجد تناقض ظاهري أو تناقض فعلي أو شيء من الأسرار جوه الإيمان؟ تمام. أقول لك حاجة، هنا في ثلاث كلمات دول بيتكلموا فيهم دايما الناس اللي بيدرسوا لاهو، اللي هي كلمة السر والتناقض الميستري والبارادوكس اللي هو التناقض الظاهري، وفي كونتراديكشن. الثلاثة محطوطين قدام عينينا وموجودين في الوسط اللي احنا عايشين فيه. تعالوا نشوف الكنيسة شايفاهم ازاي. وانا النهارده كواحد هغني وهرني من الترنيمه معقوله اقول مسيحي لاني بعرف افرق بين الثلاثه ازاي. السر قال لنا كده الكتاب المقدس بولس الرسول في تيموثاوس 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. دي حاجه فوق عقلي. يعني ايه الله يبقى انسان؟ دي حاجه فوق عقلي، مش على قد عقلي الصغير ده، لكن ده سر الله اعلنه لي. ولما الله يعلن السر، لو انا مؤمن بقبله، لو انا غير مؤمن مش بقبله. طب ايه حكايه بقى التناقض الظاهري ده او البارادوكس؟ كتير بنسمع نقول انتوا ايمانكم متناقض، ازاي تقولوا ان ربنا واحد وثالوث في نفس الوقت؟ احنا ما قلناش كده. لان هو واحد في الجوهر ودي حاجه، وله ثلاثه اقانيم ودي حاجه ثانيه. زي ما انا اقول ان انا والد لاولادي وانا ابن لابويا وامي، دي حاجه ودي حاجه، مفيش تناقض بين الاثنين. لكن يبدو تناقض ظاهري لما انا اكون عايز اقفل مخي واقول هو ما ينفعش واحد يبقى ثلاثه، هو واحد في جوهر وثلاثه اقاديم، دي حاجه ثانيه خالص. ده تناقض ظاهري. او زي ما في ايات كتير في الكتاب يقول لك شوف القديس الفلاني يقول هنا والقديس العلاني يقول حاجه عكس، يبقوا عكس بعض. ده الحاجه اللي مش فاهمها ومحتاج اسال اباء الكنيسه عشان يوروني ازاي انها مش متناقضه، ولكن يبدو من الظاهر كده، لكن في العمق هما كومباتبل وماشيين مع بعض. الكونتراديكشن بقى اللي احنا قلنا عليها من شويه، ان الله ياخدني كده في مسيره من السقوط الى الكمال في المسيح، واحد يرجعني ورا، ده كونتراديكشن. او حاجتين متناقضين تماما، ان الله يعلن انه اله الحب مثلا او المحبه او اللي جه عشان يرسل ابنه ليخلص العالم كله ويقبل الجميع، يجي واحد تاني بعد كده شويه صغيرين او كتار يقول لي فكره مخالفه تماما، ده كونتراديكشن. او يقول لي ربنا كان بيقول بس هو الكلام ده كان غلط. ازاي؟ ده كونتراديكشن. عشان كده في حته حلوه قوي احب نقف عندها بعد اذن اختك دقيقه واحده واختك يعني ايه خليك معايا في الوقت لو احنا سرحنا شويه. لو عندي ثلاثه ليفل كده في حياتي، في ليفل اسمه العقل،
في ليفل تاني اسمه الايمان، ده اعلى من العقل بكتير قوي ويكبر مع الوقت على قد ما انا بنمو في علاقتي بالله. وفي مواد دون العقل، ده حاجه بقى بص عليها كده قول ده ما هياش سر، لا دي حاجه ما ينفعش اقبلها بعقلي كانسان. تعالوا ناخد مثل بسيط قوي في الكتاب المقدس ونعرف الفرق في او نشوف فين موقف العقل من الاعلان دوت، وهل العقل دوت الله ادهولي عشان نؤمن به ولا علشان احطه تحت الايمان ولا علشان ارفض بالايمان. الحوار ده بين امنا العذراء والملاك يقولنا كده في اول صح لوقا 1:21 انه دخل الملاك على العذراء وقال لها السلام لك ايها الممتلئه نعمه، ولا تخافي لانك وجدت نعمه، وانت تستحضرين وتلهين ابنا وتسمين يسوع. كلام ما دخلش على يعني انا عذراء ازاي هخلف واجيب ولد؟ وما انا عارف تقول لي ايه يا عدول؟ فقالت مريم الملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ ده العقل بيشتغل. عمرنا ما سمعنا ان في عذراء بتولد، ازاي ده يحصل؟ تعالوا شوف الملاك يقول لها ايه. اجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طب الكلام ده يخش العقل، يعني ايه الروح القدس يحل عليك وتخلفي؟ امال انا عقلي بقى عارف لقيت ايه؟ قالت انا عقلي سال السؤال المنطقي الاولاني اللي جاي ده كله ده فوق عقلي. قالت له ليكن لي كقولك هوذا انا امة الرب. فالله عايز يقول لي كده في الاعلان عقلك له حدود. بس انت جوزتها اقول له يا رب ليكن لي كقولك هوذا انا امة الرب مع امنا العذراء. لكن في حاجه تحت قوي دنيا اقل من العقل. لما الاقي اي فكر في اي مكان في اي طائفه دينيه او غير دينيه، الفكر بقى مش اعلام بقى، ده فيه كراهيه، ده فيه قتل، ده فيه دم، ده فيه افكار كلها غير مقدسه. ده عقلي الانساني البشري الفطري رفضه. يبقى عندي العقل ما دون العقل والايمان. عشان كده الله بيقول لنا والقول دوت للاسف شائع في مصر وهو خاطئ جدا. ربنا عارفه؟ لا، ربنا ما عرفهوش بالعقل، ربنا اعلن عن ذاته. عشان كده كل ما هو ربنا بيبتغي في انجيل معلمنا القديس لوقا لما المنى العذراء قالت في ايه 24 للملاك كيف يكون هذا، في نفس الاصحاح في الايه 18 قال زكريا للملاك كيف اعلم هذا. يمكن اللفظ مختلف سنه لكن بيشير لشيء. كيف اعلم هذا؟ ده اللي قاله زكريا، اللي هو ازاي اعرف ان ده هيحصل وانا يعني امرأتي عدت السن اللي يصلح انها تجيب فيه نسل، ازاي اعرف ان ده هيحصل؟ لكن العذراء لما سألت قالت ازاي ده يحصل، بمعنى انه واحد كان عايز من ربنا تفاصيل عقلية يشبه العقل، او يقول ازاي اعرف كمان يا رب ان انت هتعمل كده، وازاي يعني عايزك تتكلم معايا برضو بصيغة عقلية انك توصل لي المعلومة بحسب العقل. لكن العذراء قالت ده ازاي هيكون، لان ده السؤال الفطري الطبيعي. وده اللي بيوري رد الفعل. رد الفعل الاول كان عن زكريا ان الملاك قال له انا جبرائيل الواقف قدام الله وارسلت لاكلمك وابشرك بهذا وها انت تكون صامتا. ما قالش نفس الكلام من العذراء لما قالت له كيف يكون هذا، قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. يمكن برضو من ضمن الكلام انه وجد في الكتاب المقدس عواقر والدنا زي سارة ام اسحاق، ووجدت الامكانية، وجد التاريخ اللي بيقول كده، لكن لم يوجد في التاريخ انه عذراء تحبل. يمكن وانا بقول الحاجات اللي جايه دي عايز افكر نفسك انه احنا عايزين نسيب
هومورك مع الناس مجموعة آيات نسألها لهم في الحلقة دي ان هم يحفظوها. لكن عايز أقول إنه يعني لو حبينا نبسط الكلام ده لأحبائنا في بعض المشاهدين ممكن اللي بيتفرجوا علينا ما يكونوش من خلفيات مسيحية قوي، لكن عايز أقول إنه يعني لو حبينا نصير إحنا عايزين نقول إيه، إحنا نقول إنه الله خلق آدم كامل في البداية، عندما خلق الله خلق آدم كاملا، عندما خلق آدم كاملا خلقه أيضا حر إرادة، له إرادة حرة، ولما الله أعطى لآدم الإرادة الحرة أعطاه أيضا وصية علشان آدم يمارس إرادته الحرة في وجود الوصية. آدم بعد عن الله أثار إرادته وأحب أنه يعرف الخير والشر بنبعد عن الله، ولكن ده بإشارة من الحية إلى حواء التي أشارت بدورها لآدم. وكأنه الله لما نفخ روحه في آدم، وفي نفس الوقت في أنفه نسمة حياة، وفي نفس الوقت لما كلمه وقال له من جميع شجر الجنة تأكل، الله أطلق الوصية، طلع الوصية، وده كان الزرع الإلهي. بعد كده جات الحية زرعت في حواء الزرع الشيطاني إنه لا أنتوا مش هتموتوا، لن تموتوا، وأحقا قال الله وزرع الشك، فسد ضمير الإنسان، أصبح آدم يحمل تاريخين، تاريخ ما قبل السقوط وتاريخ ما بعد السقوط. تاريخ ما قبل السقوط يحمل إكرام الله لي، يحمل حب الله لي، يحمل روعة الفردوس اللي الله وضعه وجعله سيد على هذا الفردوس، وتاريخ ما بعد السقوط يحمل بعرق وجهك تأكل خبزك وبالآلام والأوجاع تلدين. المناخ اللي تربى فيه قيوم اللي كان يحمل شيء من الحدية والعداء، الأمر اللي خلوه يستحملش إن الله ما يقبلش ذبحته فقتل أخوه، وابتدى الموت اللي دخل إلى العالم. ويمكن القداس الإلهي كمان بيعمل صياغة مبسطة رائعة، بحيث إنه لو حد دخل الكنيسة لأول مرة في حياته وسمع قداس يأخذ رسالة كرازية تامة مكتملة الأبعاد. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، هو الكلام الأول، والموت الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس أدمته، جبل فعل إلهي رائع خلق الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل، الموت دخل إلى العالم بحسب إبليس، الله هدمه بالظهور المحيي، وينقلنا في فترة قليلة جدا 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 جدا، عايز أقول يجمع فيها التاريخ كله، إنه كل التاريخ اللي من سقوط آدم إلى مجيء المسيح كان من أجل إنه ينقذ الإنسان، والموت الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي عساكر الملائكة تمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وبالناس المسرة. قدامنا النقطة السابعة أبونا ألف، معنا تليفون، وبعد إذنك أبونا معنا تليفون من مدام فيبي. ألوك ألوك الو. ايوه سلام ونعمة. الو سامعينك. سلام ونعمة. الو سامعين حضرتك. الو ايوه سامعين حضرتك. سامعينك. خليت واخد التليفون. ايوه سامعني. انا كل سنة وأستاذ طيب والحمد لله على السلامة، ومبروك البرنامج الجديد، وسلام لأستاذ أبونا مارك. أنا كان عندي بس سؤال،
طبعا الطيب سيد حلول الروح القدس. كلنا بنسأل ازاي الواحد ينتهي من الروح القدس ويحس انه ايد ربنا معاه، ازاي الواحد يبقى ما يحزنش الروح وما يسيش الروح جواه. وشكرا يا استاذ ابونا، ربنا يبارك. كتر خيرك على سؤالك، وهنجاوب على سؤالك. ابونا مارك، نحب نسمع رأي قدسك في السؤال اللي سألناه. كنت قدسك سنة حقيقة سألت بقى أربعة أسئلة في جملة واحدة يعني، فإحنا هناخد حتة صغيرة كده عشان الوقت ده قدسك. بقول إزاي إن إحنا نحتفل بعيد العنصرة الأسبوع الجاي ونفرح بعمل الروح القدس في حياتنا ونحس إن ربنا فعلا معانا، وإزاي ما نتفهوش وما نحسنهوش. أقرأ معاك كده التلات أربع آيات ونشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. افتحي معايا لو سمحتي، انا عارف طبعا ان انتوا كلكم بتحضروا الاجتماعات من تحت التلفزيون، مش هنتفرج على برنامج لكن عشان يعني نتشارك ونتقابل مع الله. اعمال 5:32 يقول لنا كده: ونحن شهود له بهذه الامور، والروح القدس ايضا الذي اعطاه الله للذين يطيعونه. الله عايز يقول لك كده، عايز الروح ده يبقى شغال جواك وفرحان جواك ومش محزن مع جواك. طيع طيع لما تقرا الكتاب، طيع لما تسمع وعظة في الكنيسة، طيع لما تسمع وعظة في التلفزيون ولا في القداس ولا في الشريط ولا في أي حاجة. كل ما روح ربنا يقول لك اعمل أو ما تعملش، قدم توبة وقدم طاعة لله. ليه؟ تعالوا كده نشوف بقى حكاية أحزان الروح وأطفاء الروح. احزان الروح في افس 4:30 يقول لنا كده: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. تعالوا نبص على الليسته اللي قبل الكلام دوت. الليسته كلها حاجات سلبيه بنعملها. بنعمل ايه؟ بنغضب، غضب ولا تخطئوا، لا تعطوا لابليس مكانا، لا يسرق السارق، لا تخرج كلمه راضيه من افواهكم. كل دي حاجات سلبيه. كل ما بقى بستبيح الخطيه ولا اقول ده يعني ده انا بهزر وهو اصلا كلام غير مقدس، ده يحزن الروح. يجي بولس الرسول تاني تسالونيكي الاولى اصحاح 5:19 يقول: ولا تطفئوا الروح. طيب الحاجات السلبيه اللي بعملها بتحزن الروح. لو بصينا على الليسته بقى لحد بولس الرسول قبل ما يقول لا تطفئوا الروح، كلها حاجات ايجابيه ما بعملهاش. يقول لنا ايه من اول العدد 13: سالموا بعضكم بعضا، انظروا الاجنبي بترتيب، شجعوا صغار النفوس، اصنعوا الضعفاء، تأمنوا على الجميع، لا يجازي احدا عن شر بشر، اتبعوا الخير، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. دي كلها ايجابيات ما بعملهاش الروح القدس. عايز يقول لي كده سلبيات تعملها يحزن الروح القدس، ايجابيات ما تعملهاش يطيق الروح القدس. ففرصه قدامنا هو 5-6 أيام على ما يجي عيد العنصرة، يا ريت كده خدي ميعاد من قبل اعترافك وروحي اقعدي معاه، قدمي توبة عن السلبيات اللي بتعمليها وقدمي توبة عن الإيجابيات اللي ما بتعمليهاش، عشان روح الله يبقى فرحان جوايا وروح الله يبقى مشتعل جوايا وأعرف فعلا أبقى عيد هذا العيد عيدا مختلفا. قلت لك إن ست خلي الساعة الثالثة يلاحظ كل، فليلاحظ كل إنسان نفسه، لاحظ نفسك والتعليم إنه اللي أنا خدته من كلام قدسك إنه النص الكتابي لازم يكون موجود في الذهن. يعني عايز أقول إنه الله لما فسد، لما خلق آدم، خلق في ضميره فكره بشكل اوتوماتيكي مبسط. لما اراد انه يجدد الخليقه مره اخرى جددها بالوصيه. الوصايا ليست ثقيله، الوصيه زي ما كنا بنتكلم على الاعلان الالهي ان هي جايه الى الامام، متدرجه الى الامام، مش لانه الله كلامه متدرج ولكن لانه احنا فكرنا هيقدر يستوعب ايه. ف التدرج اللي جاي للامام اللي بيقول انه
احنا محتاجين لوصية الله ان هي تكون بتفكرنا بكلامه اللي لو ما عملناهوش هنحزن روح الله. في تليفون تاني اتسابونا استاذن نفسك ياخده. الو مسيح يدي عني صحيح يا سمونة. الو أبونا مساء الخير. أبونا موسى سامعني؟ الأخوة في الكنترول سامعين. ألو؟ طيب. ألو؟ المكالمة فصلت. خلينا يا بنا ناخد النقطة اللي بعد كده. الفرق بين الجوهر الإلهي والتدبير الإلهي. أنا عايز أقول إن إحنا قربنا على يعني نهاية الحلقة، وممكن ناخد الفرق بين الجوهر الإلهي والتدبير الإلهي. ليه قدسك فيما ذكرته لما كنا بنتكلم قبل الحلقه ذكرت النقطه دي. النقطه دي حاجه كويسه قوي عشان الواحد برضه يعرف يعني اتفضل يعني زي ما مسيحي لاني الهي الاله الحقيقي، فبيعلى عن ذاته بطريقه لازم ابقى فاهم هو اعلى عن ذاته ازاي. ليه نفرق بين الجوهر الالهي والتدريب الالهي؟ نعرف الفرق بينهم الاول وبعدين نفرق بينهم. يعني ايه معنى دي ايه معنى دي؟ هناخد مثال صغير عشان نعرف الفرق بين الاثنين. دلوقتي لو عندنا مثلا مدرس بتاع رياضيات واخد دكتوراه في الرياضيات، وقلنا له احنا عايزينك تعمل لنا كتاب رياضيات لطالب عنده 6 سنين بيعرف في الحساب لحد هنا، هيدرس الكتاب ده لمده سنه يخلص على سنه 7 سنين يبقى عارف لحد هنا. الراجل العالم الرياضيات ده اللي معاه دكتوراه ولا 2 ولا 10 قعد كتب لنا كتاب ممتاز جدا، علم الولد جدول الضرب مثلا، كان هو واصل لحد جدول الضرب بتاع 2 اداله 3 و4 و5، وفي اخر السنه بقى ولد بيرفكت في جدول الضرب لحد 5. التدبير الرياضي او جدول الضرب مثلا كان هو واصل لحد للناس دول للطلبه دول عشان ينقلهم من سنة 6 سنين ل7 سنين يبقوا خدوا المعلومه الفلانيه. لكن دماغ الاستاذ ده مليانه حاجات كتير قوي اكتر من كده بكتير في الرياضيات، وفي حاجات تانية يعرف بقى في الحياه وفي الخبره الحياتيه، ويعرف ممكن شويه فيزياء على شويه لغه عربيه على انجليزي على فرنساوي. اللي عنده ده هو الجوهر اللي اعلنه لنا في كتاب العيال الصغيرين من سن 6 سنين ل7 سنين، ده التدبير. نفس الشيء على الله بس ده بحاجه اعظم. زي ما قلنا هنقول يمكن بعد كده التشبيهات قاصره جدا، لكن نحاول نبسط الفكره دي. فالجوهر الالهي لا يدنى منه ولا يقترب منه ولا نعلم ولا نستطيع ان نقترب باي حال من الاحوال اليه. عشان كده عندنا في كلمه في اللاهوت سموها ابوفاتيك ثيولوجي، اللاهوت السلبي. نلاقيه كتير قوي في القداس الغوري، نقول له ايه؟ غير المحوى، غير المحفوظ، المفحوص، غير المستحيل. مش عارفين نقول له انت ايه، فبنقول له انت مش ايه. لما نيجي نتكلم عن الجوهر الالهي، التدبير ده بقى الاعلان. الله قال لنا انه التجسد هيجي عن طريق عذراء في اشعياء 740 سنه قبل المسيح. جه بعد كده الملاك قال لهم انا عارف النبوه دي هتكتمل ودلوقتي هتحبلين وانت عذراء وهتجيب الولد دوت. لان ليه؟ الروح القدس هيحل عليك. ده اعلان. يجي واحد النهارده يقول لي انا مش مقتنع، مش داخل دماغي فكره انه عذراء تلت مش هتخش دماغك. لان ده اعلان. تدبير الهي اعلن لنا. قول لي طيب ايه اللي وراه؟ ساعات الله يشرح لنا شويه حاجات في التدبير. ليه لازم يكون انسان وشغل فادي وده موضوع تاني خالص. لكن في مرات تانيه ما بيشرحلناش. عشان كده هناخد الاعلان الالهي اللي هو التدبير الالهي المعلن. طب ايه اللي في دماغ ربنا كله؟ ما نعرفش.
لان الله غير محدود. في واحد يقول لك لا بقى انا عندي دين او عندي فكر كل حاجه تبقى جوه دماغي، اقول له كويس مبروك عليك، لانه ده للاسف يعني مش مبروك عليك ولا حاجه، لان ده اله انت اللي عملته، اله بلا جوهر او جوهره بشري او انساني او مخلوق مش خالق، لانك عايز تحط جوه دماغك. عشان كده بنفرق جامد بين الجوهر الالهي الذي لا يدنى منه ولا يقترب منه والاعلان الالهي اللي ربنا ادهولنا. عشان كده واحد من اباء قديس الوهنس الاسوسي كان حلو قوي، يقول لما يجوا الناس يقول لنا ازاي واحد الله واحد وثالوث، او ازاي عزراء ثالث، او ازاي الله يصير انسان، نقول لهم اعلان، يقول لنا ده مش منطقي، يقول نصرخ بفرح انه اعلان الهي. احنا مزعلانين ان انتوا مش فاهمين، احنا زعلانين عليكم، لكن احنا فرحانين ان فوق العقل وما تقدروش تدخلوه عقلكم، لانه تدبير الهي اعلن لنا. نحن لا نقدر ان نمس الجوهر الالهي، ولكن الله بمحبته استعلن لنا هذا التدبير من خلال انبيائه ورسله في الكتاب المقدس وعهده القديم والجديد. مش عارف كده وصلت الصوره صح يا ولا لسه هنفرح؟ وصلت الصورة. كتر خيرك مننا، احنا اتينا الى اخر يعني اخر جزء في الحلقة. حقيقي يعني الوقت مر بسرعة، وده اللي بيحصل لما العقل بيكون يعني منخطف في الالهيات. انا عايز يعني ما ينفعش اعلق على الكلام ده او اقول اي اضافه لان قدسك وفيت، لكن عايز اعبر عن الكلام اللي اتقال انه الله رائع في انه الله تنازل علشان يعني زي ما بيقول قديس غريغوريوس حبك انزلك الى هبوطنا لكي تأخذنا إلى علوك. الله تنازل لأجل أنه يفهمنا. في ترنيمة بتقول كده، أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك يا من لا تنساني. أنا هعد الأيام عشان الحلقة اللي جاية لأجل الحضور الإلهي الجمال اللي كان ربنا مديهولنا في الوقت بتاع النهارده، وهنختم الوقت بالصلاة. ترنيمة تقول أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك يا من لا تنساني. أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك يا من لا تنساني، يا من لا تنساني. أسبحك بقلبي مشتهى دوما حضورك، وأعبدك ربي للمنتهى طلبات وجدك. أسبحك بقلبي مشتهى دوما حضورك، وأعبدك ربي للمنتهى طلبات وجدك. يا من أحيا به أوجد من أجله ولقصدي أتاني، ولقصدي أتاني، سلمت دفاتي فقد سفينتي أثق بك إيماني. يا من أحيا به أوجد من أجله ولقصدي أتاني، يا
ولقصده أتاني سلمت دفتي فقد سفينتي أثق بك إيماني أسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك لا أعبدك ربي للمنتهى باطي وجدك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب؟ من لا يخافك؟ من لا يمجد اسمك لأنك أنت وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أصهرت. ولكي تتبرر فلتتبرر يا رب في أحكامك، وتغلب إذا حكمت وتغلب إذا حكمت. عجيب هو اسمك، وعجيبة هي شهاداتك، وعجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقين. يا رب يا من تنازلت من مجد السماء وسكنت في أرض العناء، واضع نفسك طوعا لكي ترفعنا من مزلة العبودية عندما سقط أبونا آدم الأول، وعندما رأيته حزينا سررت بأن ترفع هذا الحزن وتدفع يا رب يسوع المسيح دمك من أجل خلاص نفوسنا. أذكر يا رب يسوع المسيح في هذه الحلقة. رب أعطنا نعمة عشان أذهاننا تنفتح. أذكر يا رب أنك تعطينا توبة عشان نبني على هذا الأساس يا رب، أساس التوبة، أساس التوبة والقداسة وطلب وجهك عشان نفهم فهم صحيح. أعطينا يا رب تعليما صحيحا داخل قلوبنا، افتح أسرار الإنجيل أمام أعيننا لكي ما نفهم، وأعطينا فهما عندما نذهب للكنيسة لكي ما يأتي يا رب ويسكن في قلبنا ذلك التعليم الرائع الذي سكن أبائنا وسيسكن بنعمتك فينا وسيسكن أيضا في أولادنا من بعدنا إذا كنت ستتأمى في مجيئك يا ابن الله الحي. بارك رب أبونا مارك من كلمنا في هذا اليوم، بارك رب كل إخوتي وأخواتي العاملين في قناة الرجاء من تعبوا ويتعبوا في هذه الخدمة، احفظهم وعبدهم وساعدهم وباركهم بكل بركة سماوية. بارك يا رب ولادك وبناتك إخواتي يا رب وأخواتي المشاهدين، أعطي للكل بشفاعة دمك المسفوك على عود الصليب وشفاعة روحك القدوس يشفع فينا بأنات لا ينتقليها، وشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم، قديس عظيم مريم مرقس، وقديس عظيم أنبا أنطونيوس. أطلب إليك رب أن ترحمنا وتسمعنا، ولك كل الإكرام والسجود والمطلوب الآن إلى أبد الدهور كلها أمين. آخر حاجة قبل ما أختم أبي، هل في آية أو آيتين تحب قدسك تسيبهم مع إخواتنا المشاهدين للحفظ علشان نسمعها الحلقة اللي جاية؟ في كتير حقيقة، بس ناخد واحدة بس علشان خفيفة. احنا عادية واحدة لأكتر من دي أقول يعني أمسك قول الآية وزي ما تاخد. عبرانيين بولس بتقول كده كلمة جميلة قوي، تخلي الواحد يبقى فرحان ليه هو مسيحي. وبدأ بولس الرسول في إصحاح 7 وعدد 22، على قدر ذلك، ذلك دي بقى كل اللي اتكلم عليه في إصحاح 7 أو في كل رسائله أو في كل خبرته مع الكنيسة ومع المسيح، قد صار يسوع ضامنا لعهد الأفضل. أمين. الله نفسه بيقول لي إن هو ضامن. قلنا كده في سفر أشعياء لكسرة القوة، أشعياء 40:26، ولكون شهير القدرة لا يفقد أحد. دي عطية المسيح. عايز يقول كده اللي بيعيش حياة توبة دايمة فيها تضحى حقيقي، فيها التصاق
بتلمذة روحية على إيد أب اعترافه، فيها شركة حياة أبدية في الإفخارستية باستمرار. قد على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا عهد أفضل. طيب هنعيد الآيتين تاني. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. شاهد عبرانيين 7:22 يا بني. أمين أمين أبونا، ربنا يعطينا العين المفتوحة. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. ليكن يسوع الضامن لعهد أفضل هو أيضا يضمن حياتكم وحياتنا في المسيح يسوع، يباركنا ويظهر بوجهه علينا وينير حياتنا بنعمته. له الإكرام والمجد والسجود من الآن وإلى الأبد أمين. ليكن المسيح معكم، سلام المسيح فيكم وبكم. أمين.